السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. كان في لايف الأسبوع اللي فات، في نهايته فتحنا الباب لبعض الأسئلة والنقاشات، وبعض الناس طلبت مني إن احنا نعمل تمارين نبعتها للناس تشتغل عليها وبعد كده نبص على النتائج بتاعتها مع بعض. كمان بعض الناس طلبت إن احنا نعمل تركيز أكتر على الام كود فانكشنز وعلى الام كود لانجويج بصفة عامة، وبالتالي قلنا ندمج الاتنين في بعض. فالنهارده هنعمل تمرين او هنحط للناس تمرين على الام كود والباور كويري. النهارده هنشوف مع بعض التشالنج او التمرين اللي مطلوب من حضرتك تحله، والاسبوع الجاي هننزل فيديو فيه حل بتاع التمرين. هسيب حضرتك دلوقتي حالا الايميل بتاعي، هتلاقيه موجود على السكرين دلوقتي حالا، وكمان هتلاقيه موجود تحت في صندوق الوصف. ممكن بعد ما تخلص حل التمرين ان شاء الله لو عرفت هتبعتهولي على الايميل الموجود هنا. هبص على الحلول بتاعتكو والناس اللي حلت بشكل كويس جدا، ان شاء الله الفيديو الجاي هنقول اساميها في نهايه الفيديو واحنا بنعرض الحل بتاع التشالنج. تعال نروح على اللابتوب ونشوف ايه المطلوب النهارده بالظبط. عندنا جدول زي ده موجود فيه اكواد اسامي، وبعد كده الاماونتس لثلاث شهور جان وفيب ومارش. الداتا ما تهمنيش قوي، لكن المهم الفكره اللي احنا عايزين نوصل لها. الجدول ده حولناه الى تيبل فورمات وادينا له اسم، وليكن الاسم ده مثلا داتا، وبعد كده وديناه الباور كويري، وبعدين جوه الباور كويري شلنا اول كولوم وشلنا الشهور اللي في النص وسيبنا بس الاسامي مع اخر شهر. ده كل اللي مطلوب، ان انا اظهر الاسم مع العمود بتاع اخر شهر. لغايه دلوقتي كويس جدا، لكن ايه اللي هيحصل لو جئت عندي شهور جديده؟ انا عندي هنا مثلا شهر ابريل، تعالى ناخد كوبي من الداتا بتاعته كنترول سي ونحطها جنب الجدول بتاعنا. طبعا ده معناه ان الجدول بتاعنا هيتمدد وهيشمل الكولوم الجديد. تعالى بقى نقف على الكويري بتاعتنا رايت كليك ونقول له ريفرش، هتلاقي شهر ابريل ظهر معاك، وهو ده بالظبط المطلوب. انا عايز دايما الاسم ومعاه الديتا بتاعه الشهر الاخير. تعالى نجرب ناخد شهرين كمان، جون وماي، نتاكد ان هي شغاله كنترول في، ادي الكويري رايت كليك وريفرش، هتلاقي عندك شهر جون. هو ده المطلوب، ان انا دايما استخرج الكولوم بتاع الاسم ومعاه الكولوم بتاع الشهر الاخير. اعتقد تشالنج بسيط مش صعب قوي. لو عرفت تحله ابعت لي لو سمحت على الايميل اللي موجود دلوقتي، وكمان حط نفس الديسكريبشن اللي موجود قدامك دلوقتي عشان لما ابص على الايميلات اعرف ان ده خاص بالتشالنج ده اللي احنا حطيناه دلوقتي مع بعض. هتلاقي الايميل والديسكريبشن ده موجودين الاثنين في صندوق الوصف تحت الفيديو، ممكن تاخد منهم كوبي وتستخدمهم، وطبعا كمان هتلاقي لينك عشان تعمل منه داونلود للاكسل فايل اللي انا وريتها لك. ان شاء الله الاسبوع الجاي هننزل الحل وهنقول اسامي الناس اللي بعتت لنا اجابات، سواء كانت اجابات كويسه او حتى مش كويسه، لكن كونك تعبت معانا وحاولت ان شاء الله هنقول اسمك في نهايه الفيديو الجاي. بالتوفيق واشوفكم الاسبوع الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.